It's time for this magic liquid. Yes, this is the crap. Too much vitamin. كان بزاف ديال الفيتامين. وهادي هادي لاشيش. So good. Elixir de jouvence. شو 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 شو. Elixir de jouvence. Que des vitamines. So good. وأصدرت محكمة الاقتصادية حكم بتغريم الفنان تامر حسني بسبب أغنية رجالي لي التي طرحها عام 2006 وتعدي على حقوق الملكية الفكرية للشاعر الراحل عبد العزيز عمار مؤلف الأغنية. وجاء الحكم على نسب تامر حسني الأغنية لنفسه وبيعها للفنان شيرين وجدي على الرغم من أنه ليس المؤلف الأصلي لها. وأوضحت صحيفة الدعوة التي أقامتها زوجة الشاعر الراحل عبد العزيز عمار أن ورثته أصابهم ضرر مادي جراء الحصول على الأغنية. ولفتت إلى أن لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية منى الشاذلي لم ينسب المصنف إلى المؤلف الأصلي ولكنه بثه إلى الجمهور دون الإشارة إلى مؤلف الأغنية وحق الشاعر الراحل الأدب. وكشف المحامي حمزاوي أسرة الراحل أن الأغنية كانت فقط من ألحان تامر حسني لكن أسرته فوجئت بتداول الأغنية على أنها من كلماته وألحانه دون التحدث عن مؤلف الأغنية الأصلي وهو ما ذكره في المقابلات التلفزيونية.